السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم في الحقيقة باش نتكلم في موضوع شوية خاص، هو دعم الغرب، وعندما نقول الغرب هوني نقول الحكومات، للحركات الإسلامية ورفضها كليا الاعتراف بأن الإسلام دين إجرام ودين جريمة يهدد البشرية. في الحقيقة حبيت نتكلم على هذا الموضوع نتيجة أحد الإخوة أرسل لي عدة تساؤلات وقال لي اللي الناس الكل تعرف إن الغرب درس الإسلام جيدا ويعرف كل تفاصيله، بل يمكن أن نقول إن الغرب مطلع على الإسلام أكثر من المسلمين، ورغم ذلك عندما نشوف المنابر السياسية الموجودة في أوروبا نجدها كلها تتكلم على إسلام ما يسمى بإسلام إرهابي وإسلام ما يسمى بإسلام معتدل، ودائما تجد هذه المنابر السياسية تقول إن الإسلام الإرهابي ليس له أي علاقة بالإسلام المعتدل. هذا الموضوع حبيت نتكلم فيه اليوم على خاطر هذا الأخ سألني عدة سؤالات، من بين السؤالات هل الغرب يعرف الإسلام وخطر الإسلام أم لا، وهو يتصور أنه يعرف وهذا شيء طبيعي. أما السؤال المهم هو نحن اللي نعيش في الدول العربية بين قوسين الإسلامية، هل يمكن لنا أن ننتصر على هذا الإرهاب الإسلامي؟ الإسلام بحد ذاته، عندما نقول إرهاب إسلامي لأن الإرهاب ليس نوعا واحد كما قلنا عدة مرات، يعني العباد يتصوروا أن الإرهاب إلا بالسلاح وبالقتل، يعني نعرف أحنا كمرتدين على الإسلام أن الإرهاب نعيشه كل يوم في دولنا من طرف عائلاتنا ومن طرف المجتمع ومن طرف كل المؤسسات اللي موجودة في المجتمع بتاعنا. إذن هل احنا يمكن ان نتخلص من هذا الإسلام بدون دعم الغرب، واحنا نعرف ان الغرب يرفض الى هذه الساعة دعمنا، بل يرفض حتى اعطائنا الكلمة لكي نتكلم في المنابر، ويعتبرنا عبارة على اشخاص غير مرغوب فيهم، بينما يقدم الدعم لما يسمى بالإسلام المعتدل بسخاء كبير وله علاقات سياسية مع دول إسلامية مثل دول الخليج، وبعد ما يسمى بالثورات العربية بين قوسين مرة أخرى نلقى أن هذا الغرب يتعامل مع الحركات هذه على أساس أنها حركات سياسية معترف بها. وتشوفوا انتوما اللي الغرب حتى تعاملوا مع تركيا، معناتها اللي هي دولة نجم نقولوا معناتها الحكومة الإسلامية، يعني تعامل عادي ولا يريد أن يجرم ولا يريد أن يعترف أن الإسلام خطر ليس على الغرب فقط وإنما علينا. هذا هو الموضوع بصفة عامة اللي حبيت نتكلم فيه اليوم. أول حاجة حبيت نقولها في هذا الفيديو إن الغرب قبل أن ينهض وقبل أن يبدأ في تكوين حضارته أول حاجة عملها أخضر للقوة الموجودة في العالم اللي هي في ذلك الوقت كانت القوة الإسلامية بقيادة الإمبراطورية العثمانية، وأرسل العديد من الأشخاص إلى الشرق الأوسط وإلى أقصى الشرق وإلى الدول الإسلامية ودرسوا الإسلام وتعلموا العربية وفهموا الإسلام فهم دقيق، وعرفوا أن هذا الإسلام لا يمكن أن يكون صالح لهم، لأن الغرب رغم كل شيء هو يعتبر منطقي، يعني عنده نوعا ما المنطق، لأن الغرب لم ينهض إلا بالمنطق وإلا بالواقع وإلا
بالتجربة الحقيقية، ما نضش على خيال، على تجارب فعلية. على هذا ناض الغرب، ووقتها بدأ يطور في روحه ويفهم. أول حاجة حب يشوف شنو هذا الإسلام، ونعرف احنا بالمئات وأكثر من المئات بالآلاف المستشرقين اللي درسوا الإسلام، بعضهم كتبوا، بعضهم عملوا محاضرات وفهموا وعرفوا الإسلام. وقتها فهم الغرب الإسلام، نجم نقوله طوى صفحة مع هذا الدين كليا، واهتم بروحه وعمل على أساس أنه يطور روحه من أجل أن يكون قوة. لهذا نشوفوا احنا الغرب علاش طور السلاح، أكثر حاجة مع تطورها هو السلاح، على خاطر كان يعرف أن العالم الإسلامي عالم يغزو، يريد أن يغزو أوروبا، يريد أن يغزو العالم. إذن لازم يوقفوا عند حده وبقوة متاع السلاح متطور، يغلب الكثرة ويغلب الهمجية ويغلب التهور متاع الجيوش الإسلامية في الحروب. هذه مسألة معناتها واضحة وبين أي إنسان. من ناحية ثانية، الغرب لم يعمل على ما يسمى هداية العالم الإسلامي إلى عالم المنطق والتطور والحضارة، بل أول شيء عمله الغرب هو تقسيم العالم الإسلامي. ومن هنا ما نقولش اللي هو خلق حركات، وإنما دعم حركات موجودة لكي يوقع ما يسمى سقوط الإمبراطورية العثمانية وقيام فكرة ما يسمى بالعروبة والدول الإسلامية اللي نعرفها توا، وقع الاستعمار لأغلب الدول العربية الإسلامية. بعد الاستقلال، بعد لا تم الاستقلال في هذه الدول، الغرب وضع أشخاص أو دعم أشخاص، مش منقولش وضع، دعم أشخاص يعني يخدموا السياسة متاعهم. ما كانش يغزر هل هما معناتها مسلمين ولا مش مسلمين، وإنما كان يغزر هل هما يخدموا مصالحهم أم لا. لازمكم تفهموا إن الغرب يفكر غير في المصالح متاعه الشخصية. وهنا نتذكر حاجة وقعت لي أنا عام 2005، عملت مؤتمر في باريس. بعد انتهاء المؤتمر تكلمنا على ما يسمى خطر الإسلام. أحد الأشخاص، من نجمش نقول هو يمثل الغرب وإنما يدل على شيء أنا لم أكن أنتبه إليه من قبل، هذا الشخص بعد لكملنا المحاضرة بقيت نحكي معاه في الاستراحة، قال لي تعرف اللادينيين والملحدين اللي من أصل عربي إسلامي أكثر خطر على الغرب من المسلمين. قلت له أنا بقيت نغزر له، هذا الشخص معناته من أصل ألمانيا، أظن من أصل ألمانيا. قلت له علاش؟ فهمت؟ احنا ناس معناته متحضرين، وناس نؤمن بالحضارة، نؤمن بالتطور، ونؤمن بالفكر الإنساني الراقي، علاش احنا أكثر خطر على الغرب من المسلمين؟ قال لي الخطر انتوما معاكم حتى حل. قال لي الخطر المسلمين حلين. قال لي يا اما نضغط عليهم ويخدموا مصالحنا، نخليهم يطبقوا اسلامهم في بلادهم كما يحبوا هما، يقصوا اليدين ويقصوا الروس وكل شيء، لكن يعطيونا الثروات بتاعهم ويخدموا مصالحنا السياسيه والاقتصاديه، كما قال لي السعوديه وكما دول الخليج الكل، امارات وغيرها وقطر وغيرها. فهمت؟ قال لي احنا ما يقلقناش، دولة تطبق حتى الشريعة في بلادها، ما يهمناش فيها، هيك السعودية تطبق الشريعة وعندها علاقات مع جميع الدول الغربية وأحسن علاقات. المهم أنها الحكومة تسرق شعبها وتنحي من شعبها وتعطينا لنا احنا وتخدم مصالحنا وتحت أوامرنا في أي صراع، معناتها سياسي أو عسكري أو غيره. قال لي ما قلقناش، قال لي نصنعوا لهم زادة حتى نعطيهم سلاح، ونصنعوا لهم زادة نردوهم عندها مجتمعات استهلاكية، ونعطيهم كل اللي يحبوا عليهم،
فهمت، نصنعوا لهم يا سيدي الزرابي بتاع الصلاه والبوصله بتاع القبله، وردوا لهم الجوامع نتاعهم الكترونيك واللي يحبوا عليهم هما، المهم يشريوا ويعطيونا ويخدموا مصالحنا. يا اما يكونوا ارهابيين، فهمت، كما في الصومال وكما في افغانستان وغيرها، وفي هذيك الحاله احنا نجربوا عليهم سلاحنا، نستعملوهم كورقه ضغط على حكومات معينه، يعني لكلها حسابات، فهمت، تخدم مصالحنا. قال يتصور توا انت دوله عربيه اسلاميه يقوم فيها ما يسمى اللادينيين او الملحدين ويحكموا، يوليو هما يحكموا، اذا باش يوليو يعاملونا المثل بالمثل، ما عادش باش يخدموا مصالحنا، باش يوليو يخدموا مصالح شعوبهم قبل مصالحنا، وهذايا يعتبر خطر على السياسه الغربيه. الحقيقه معناتها هذا الكلام لا اقول انه يمثل الراي الغربي، وانما مساله يجب الانتباه اليها. وهنا اعود الى السؤال اللي سالوه لي هذا الاخ، قال هل يمكن ان ننهض بدولنا ونطور رواحنا ما غير مساعدة الغرب، لأن الغرب لا يساعدنا وهذا واضح. أنا أكثر من 15 سنة فهمت نحارب هذه الجرثومة الإسلامية، ما عندي حتى دعم، نخدم وحدي، ومش أنا برك، الكلهم يخدموا وحدهم، بينما نرى الدعم الكبير للحركة الإسلامية، بل كل الإسلاميين اللي هربوا من تونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن مصر، أين ذهبوا؟ هل ذهبوا للسعودية أم ذهبوا إلى أفغانستان؟ ذهبوا إلى الغرب، إلى بريطانيا وإلى فرنسا، وبريطانيا وفرنسا والغرب أعطاهم كل الوسائل والإمكانيات. احنا نشوفوا مثلا طارق رمضان، هذا المنافق الكبير، كيفاش معناتها جابوه من سويسرا لفرنسا على أساس باش ما يسمى يوحد المسلمين متاع الأحياء الشعبية اللي بدأوا يخرجوا عن طوع ما يسمى القوة الحاكمة في فرنسا. معناتها قبل ما نجاوب على هذا السؤال نحب نرجع لنقطتين مهمين. فما خطاب عمله الحسن الثاني ملك المغرب السابق، تكلم فيه على استحالة اندماج المهاجرين في أوروبا نتيجة شيء طبيعي، الطبيعة الثقافية الإسلامية التي تمنع هذا الاندماج. ونقطة ثانية، يعني هذا الخطاب يعني تنجموا تلقاوه على الانترنت يعني موجود. النقطة الثانية المهمة ان المسلمين او اللي من اصل بين قوسين عربي في اوروبا، الحكومات لم تعمل على دمجهم. هل يصعب على فرنسا او على بريطانيا أن معناتها أن تدمج أطفال هؤلاء المهاجرين في المجتمع الأوروبي؟ لا يصعب عليها، فرنسا تعرف كل شيء وأوروبا تعرف كل شيء، ولكن لا تريد، لأن دمج هؤلاء في المجتمع الأوروبي يعني أن حسب فكرتهم هما بعض، ما نقولش الكل، السياسة الغربية، أن يعني يصبحوا كيفهم، ميحبوش يصبحوا كيفهم، وهذا طبيعي راهو. انا مانيش اللوم في الغرب في طريقة تفكيره، على خطر هذه طريقة التفكير، يفكر في مصلحته هو، ميساعدوش 5 ملايين واحد معناتها جاي من خارج فرنسا يوليولو فرنساويين 100%، حتى ولو ياخذ الجنسية الفرنسية يحب يبقى مسلم ويحب يبقى معناتها ماهوش فرنسي 100%، يتزوجوا مع بعضهم ويحكيوا مع بعضهم وعندهم التجمعات نتاعهم والجوامع نتاعهم والقهاوي نتاعهم والماكله نتاعهم، كيما شفتوا الصينيين موجودين في اوروبا. عمرك شفت صيني يمشي ياخذ الجنسيه الفرنساويه ولا حاجه؟ تلقاهم عايشين وحدهم. العرب او سما المسلمين وتجاوا اوروبا، فهمت، في الاول ما كانوش هدفهم باش يقعدوا ديما، من بعد قعدوا، وقتها قعدوا الغرب لم يعمل على دمجهم. امشي شوف في بريطانيا احياء كامله، علاش؟ على خاطر السياسه الغربيه تفكر ان هؤلاء في يوم من الايام يمكن تربهم، فهمت،
كان باش يندمجوا في المجتمع الاوروبي، وكان باش يعرسوا بالاوروبيين ويوليوا اولاد معناتها مختلطين، من الصعب طردهم. هذاك علاش هما عملوا على تركهم كما هما، حتى ان كما نشوفوا الحكومه الفرنسيه معناتها ساركوزي وقتها جاب لهم طارق رمضان باش يجمعهم وباش يوحدهم. البورجي كان تعرفوهم عندك كيفاش الاجتماع السنوي نتاع المسلمين، واسلام موديري واسلام معتدل نتاع فرنسا، ومعناتها الكلام وتشوف المنابر الاوروبيه كلها السياسيه سوى الثقافيه كلها تحكي على اسلام متطور، وطوروا لهم الحجاب ولا حجاب متطور معناتها منظر جميل وغيرها، ولحيه محجمه بالكدا وبرفانات وكل شيء كل شيء اللي تحب عليه انتوما، فهمت؟ يعني جوامع مكيفه وكل شيء تحب عليه، كل التكنولوجيا تخدم باش تخليهم في الجهل والتخلف. لكن هوني نرجع للسؤال هذا، احنا اللادينيين الملحدين وغيرنا اللي نعيشوا في اوروبا ونعيشوا في دولنا، هل سوف نبقى مكتوفين الايدي؟ هل غير قادرين على ان نرد شعوبنا وبلداننا بلدان متطوره ومتحضره؟ يعني تتعامل مع الغرب بالند ونفكر احنا زاده في مصالحنا كما هما يفكروا في مصالحهم؟ نجموا؟ الجواب شيء طبيعي نجموا، لان سياسه الغرب الحاليه نتاع عدم دعم للاتينيين، فما عباد يقول لك خاطر ما يحبوش، باهي ما يحبوش بالفعل ما يحبوش ما يهمهمش، ولكن وقتها نصبحوا قوه، وقتها احنا نتحدوا، وقتها احنا نتنظموا، وقتها احنا نوليو ما عادش نخافوا، وقتها احنا بين قوسين نوليو رجال وما عادش نتخبوا. مانيش نتكلم على اللي عنده ظروف خاصه، نتكلم على اللي يقدر يقدر، نوليو عباد ما نخافوش. الموت موت، نموت اليوم ولا نموت غدوه، شنو هو زاد شنو هو نقص. وقتها نوليو احنا قوه وننظموا رواحنا، الغرب واللي يحسب لنا الف حساب، على خاطر الغرب يقوم على فكره المصلحه والمنطق. الغرب يفكر كي ما ينجمش يحصل على كل شيء يحصل على جزء، يعني وقت يشوف الحركة الإلحادية أو اللادينية كما نشوفوا فيها توا قاعدة تتنظم وماشية في التنظيم، وبالسيف عليه الغرب، بالسيف عليه يوم من الأيام أنه يدعمنا، بالسيف عليه، لأن غير معناتها غير ممكن، فهمت؟ غير ممكن أنه الأمور تتواصل على هذه الطريقة، على خاطر إحنا المتضررين الأولانيين، إحنا نعيش سقينا فوق الجمر. قل لك اللي يعرف الجمره الا اللي يعفس عليها، احنا اللي قاعدين نتحركوا، احنا اللي قاعدين نتعذبوا، احنا نتعذبوا حتى في الغرب. الغرب ما يحميناش حتى في الدول نتاعو، ماناش محميين. كم من مناظره تتكلم على اللادينيين في الغرب، كم وحده تعديت مره ولا زوز ينساوها، وكم من مناظره تتعدى على الاسلام والاسلام المعتدل والاسلام المتطور والاسلام الباهي والاسلام الخرافي اللي ليس له اي علاقه. اذا السؤال اللي سالوه لي الاخ، هل احنا يمكن ان نتطور او نصل الى تحقيق اهدافنا دون دعم الغرب؟ الجواب بالطبع، بالطبع. والغرب كما قلت، عندما نقول الغرب يعني ديما لازمني نركز، مانيش نتكلم على الشعوب، ديما نتكلم على الحكومات والسياسات والمؤسسات، لان يعني الغرب زاده ماهو جهاز، اجهزه لا مركزي، فهمت؟ هنا نرجع لقصه صغيره، فهمت؟ احد الصحفيين مشيت اخيرا معناتها منذ مده لفرنسا، منذ مده طويله مشيت لفرنسا، احد الصحفيين قلت له علاش ما تكتبوش على اللادينيين؟ تعرف ايش قال؟ قال لي خاطر ما يدخلوناش الفلوس. قال لي انا نغطي حادثه نتاع خطف ولا نتاع تفجير تدخل للصحيفه ملايين، فهمت؟ القراء يقراوها، بينما فهمت
نحكي على لا ديني ولا على ملحد قتلوه ولا حتى حاجة، ما دخل حتى شيء. يعني هذا حادث غير مسترسل، يعني حادث نجم نقولوا كما نقولوا بالفرنسية في ديفير، يعني حادث عارف. فهمت؟ وقت يوليوا اللادينيين والملحدين ينشطون وعندهم أخبار وأخبار متراسلة، فهمت؟ ومش نحكي على أخبار إرهاب، لا، احنا ضد الإرهاب. احنا كما نقولها ونعاود نقولها، كان نموتوا مش على خاطر قتلنا، وكان نتضربوا مش على خاطر ضربنا، وكان نتسبوا مش على خاطر تسبينا، وإنما على خاطر تكلمنا وقلنا الكلمة اللي احنا نؤمن بها، نؤمن بها ومش نتبع في فلان قال أو فلان قال أو فلان قال. الفكرة وقت نسمعها من فلان نشوفها تناسبني ولا ما تناسبنيش، منطقية ولا مش منطقية. أنا لا أنظر للأشخاص، أنظر للفكرة بحد ذاتها، وعندما أتبنى فكرة وإن قالها فلان ليس مشكل، إن كانت تلك الفكرة أنا أفكر فيها. هذا هو التعامل البشري، هذا هو التعامل البشري. الناس الكل مش اللي تفكر فيه تقوله، وإنما فما أشخاص يتكلموا على أفكار قالوهم أشخاص خرين. واحد يتكلم وهو في الحقيقة أنا وقت نتكلم، طبعا وقت نتكلم معاكم ولا أي إنسان آخر يتكلم، نعبروا على شنو؟ نعبروا على الأفكار متاع الشعب، خاطر احنا نابعين من الشعب، نابعين من هذا الشعب بكل اختلافاته. هما ما ينجموش يعبروا، ما ينجموش يوصلوا، لكن يفكروا في هذاك الشيء. انت علاش يعجبك فيديو ولا يعجبك فلان ولا يعجبك فلان؟ كل واحد عنده الجمهور متاعه، كل انسان يعبر على طبقة معينة من المجتمع. يعني هذه مسألة واضحة، الغرب ما تستناو منه حتى شيء، يجبنا نخدمه. فهمت؟ نخدمه، لأن حتى الإسلاميين خدموا، ولازمنا نعترفوا بهذه المسألة. ما قعدوش يديهم أربعين سنة وهما يخدموا، معناتها هذا أخيرا، وعملوا علاقات وعملوا اتصالات، فهمت؟ وعملوا مراكز وقتها مشاو لأوروبا، فهمت؟ وكان معناتها المسلم الإسلامي يجي من دول عربية يتلقاوه ويتلهوا به ويحفوا معاه، كانوا متحدين. وكان أي مسلم توقع له مشكلة في دولة يعاونوا واحد آخر في الدولة هذيك ولا في دولة أخرى. احنا اللادينيين، ما نحكيش على التوانسة، على الكل بصفة عامة، كي ولاد الحجلة، كل واحد يتكلم وحده، واللي تجي تتكلم معاه فهمت يقول لك أنا وأنا وأنا، ولا ما يتكلمش معاك، يستنى فيك أنت تتكلم. علاش ما عندناش المبادرة؟ أنا نعمل المبادرة، ولازم كل واحد يعمل المبادرة، فهمت؟ نتكلموا غير عالتوانسة، عالتوانسة والجزائرية يتكلموا على الجزائرية، والمغاربة يتكلموا على المغاربة، والمصريين يتكلموا على المصريين. خلينا نتحدوا احنا ساعة كمجموعات وطنية، لازمنا نتحدوا كمجموعات وطنية في الأول، ثم نتحدوا أكثر من ذلك. علاش هكا التشتت نتاعنا؟ علاش ما عندناش علاقات؟ علاش كل واحد كيما نقولوا واحد يصب في جهة؟ وهذا طبيعي في الأول، أنا أفهم أن هذا الشيء، معناتها مانيش أنا معناتها قاعد اللوم ولا حاجة، أما قاعد نشخص في المشكلة، نشخص فيها باش تكون واضحة وباش تكون باينة. ووقتها احنا تولي عندنا شبكة عالمية، فهمت، تربط من بيناتنا. وقتها صدقني، معناتها جواب على السؤال نتاعك، الغرب بالسيف عليه يدعمنا، ومش هو يدعمنا، المؤسسات، الصحافة بالسيف عليها تتكلم علينا، الشركات بالسيف عليها، فهمت، تتعامل معانا وتدعمنا وتعطينا الدعم، على خاطر باش تولي نظرة أخرى، ما عادش النظرة متاع هذا. احنا مازالوا يحسبوا فينا اللادينيين الغرب بصفة عامة، رغم اللي متفطن وفاهم، الغرب موش بهيم، راه حطها في بالك، الغرب موش بهيم بالكل، يكذب عليك، فهمت، يحسبها واحد زايد واحد يساوي اثنين، فهمت، يحسبها حساب كامل،
رياضي بلان كما يقولوا هما. فهمت؟ إذن هل يمكن أن نغير مجتمعاتنا بدون دعم الغرب؟ نعم، لأن الغرب وقت يشوفك مهم ويشوفك تخدم مليح ويشوف اللي مصالحه يمكن أن تهدد لو أنت مسكت الحكم باش يولي يتعامل معاك، ولكن هذه المرة سوف لا يتعامل كما تعامل مع الإسلاميين توكل الكلاب. شوف النهضة، شوف الإخوان المسلمين كل كلاب تحت الغرب، شوف السعودية، شوف ملك السعودية، شوف الرؤساء كل كلاب، كلهم على بعضهم، كلهم على بعضهم كل كلاب تحت الغرب. بينما احنا كي باش نتعاملوا مع الغرب مش باش يعطي عليا مزيه، هذه حقوقي، هذه حقوقي البشريه الانسانيه كيفي كيفو. الحضاره اللي يتكلم عليها انا نؤمن بها، الانسانيه اللي يتكلم عليها انا نؤمن بها، ماهوش خير مني، انا بشر وهو بشر. هنا حبيت معناتها نختم هذه الفيديو، نظن واضحه الفكره، وصلت واضحه. حبيت نقول للعباد اللي مازالوا شادين في الاسلام ولا اللي يحبوا ينتخبوا الحركات الاسلاميه، فهمت؟ راكم تتصوروا رواحكم تنتخبوا الحاجه باش ترد عندكم شخصيه، خاطر اكثرهم راهو ينتخبوا، حطها في بالك، اللي يتبعوا الاسلام على خاطر الرؤساء نتاعهم نتاع النهضه نتاع هذوك الكل يقولوا لهم الهويه الاسلاميه هي اللي تخلينا عندنا قيمه امام الغرب. راهو الغرب يخاف منا كي معناتها يخاف منا، معناتها احنا قوه، وهذا خطا. في الغرب تو مثلا هذه الدوله الاسلاميه يتكلموا كذا وكذا، سوف ننتصر وسوف ندخل اوروبا وسوف نحرر البيت الابيض وسوف يا ودي طياره واحده تفنيكم الوجود. حلوا مخاخكم شوي، قداش من واحد مات مشى هكاك؟ تبداو يشوف فيهم في الفيديوهات، يبداو مجمعين 100 واحد يرموا عليهم قنبله بطف مشاو كلهم. تحلوا مخاخكم، راكم الغرب كي تحبوا تولي عندكم شخصيه وتحبوا تواجهوا الغرب وتقفوا معاه تعاملوا معاه ند لند، مش في الاسلام وانما في المنطق والفكر والتطور والمبادئ الإنسانية اللي يتفق عليها جميع البشر. مازلت تفكري بمنطق الإسلام؟ إذا كان تحب تولي إنسان مش عبد، أخرج من الإسلام واعمل ضد هذا الدين المتخلف اللي هو الآن أداة من أجل يخلينا أذلة حقيرين، ومن أجل كل المصالح نتاعنا وكل الثروات نتاعنا. احنا مانيش فقراء، تونس اللي ما عندهاش حتى شيء ماهيش فقيره. احنا بالسواحل نتاعنا نوكل شعبنا 10 مرات. اذا فكروا في المساله مليح، وراهو الغرب نهار اللي احنا نوليو عباد ونهار اللي احنا نتحدوا مع بعضنا وما عادش نخافوا ونعرفوا اللي راهو الموت جايه ما يهمناش فيها. اذا موتوا قايمين واقفين، فهمت؟ وما نموتوش متخبين. كان نحبوا نواجهوا هالخطر الفكري هذا المدمر لنحنا والاجيال القادمه. هما يحبوا يطبقوا لنا افكار قديمه، احنا نحبوا ندفعوا شعوبنا نحو افكار جديده ونوليو نتعاملوا مع البشريه كاي انسان. ما عادش يغزرونا بالصبع، ما عادش يخافوا مني، ما حشتيش انا العباد يخافوا مني، يفتخر المسلم او خافوا مني، ما حشتيش. نحبوا يحترمني، نحبوا يحترمني كانسان. نظن للشخص اللي معناتها كانت عندي معاه نقاش على الفيسبوك نكون جاوبت على الفكره، وراهو الغرب نهار اللي شوفنا نتكلموا ومتحدين سوف مجبور باش يفتح جميع منابره، ومجبور باش يعطينا الكلمه، ومجبور باش يدعمنا
ويحتاج لينا لأن الخطر الإسلامي في أوروبا. فهمت؟ نهار اللي يحتاج لينا يجينا، هو ما يجيش هكاك. وما يحتاج لينا لما احنا نصبحوا مهمين. وقت احنا نصبحوا مهمين وقتها يحتاج لينا. وقت يولي الخطر الإسلامي في أوروبا واضح بين، خطر جاي جاي يعني ما تخافوش. فهمت؟ أنا ديما نقول، فهمت؟ البداية تبدأ بتطهير أوروبا، فهمت؟ من الإسلاميين. تطهير أوروبا من الإسلاميين أول مرحلة، كما تم تلويث أوروبا من السبعينات بالإسلاميين، الآن يجب تطهير أوروبا من الإسلاميين باش تطهر بلادنا من هؤلاء المجرمين. نظن الفكرة واضحة، ومع فيديو قادم وبالسلامة.